بنقول يا رب وربك ميسر ان شاء الله لعله خير. العالم كله قادم على شيء أسوأ بصراحة، لحد الآن ما فيش إشي ملموس. القادم أجمل، تشعل الجدل بالأردن منذ استلام رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة منصبه. كرر في تصريحاته القول أن القادم أجمل وأن أجمل أيام الأردن هي التي لم تأتي بعد. تصريحات الخصاونة عن مستقبل البلاد أثارت الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وحتى بين النواب الذين تندروا بهذه الجملة، مؤكدين أن القادم على الأردن ليس أجمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه المملكة. سؤالنا اليوم للشارع الأردني، هل بالفعل القادم أجمل في ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة؟ القادم أجمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ولا شو رأيك؟ حسب حكي الحكومة بإذن الله في تطورات، في أعمال بإذن الله حكومه للشباب، بإذن الله القادم أجمل. طبعاً أجمل، لازم كل يوم تصحي يكون عندك تفاؤل بالحياة، لازم تكون ثقتك بحالك وبربنا كتير أكبر، لأنه إذا اليوم كان سيء بكرة أكيد رح يكون أحسن. قاعدين إحنا نرجع لورا، بس إنه إحنا بنقول إن شاء الله يعني الواحد يتقدم. بوجودكم بوجود الشباب الغانمة اللي بدها إن شاء الله بدها طموح. قادم أجمل؟ لا والله القادم أسوأ بالنسبة للظروف اللي إحنا عايشين فيها. القادم أسوأ يعني بتشعر إنه القادم أجمل. إحنا أنا مجال شغلي في المبيعات، فطلع تبعين قطاع الألبسة بيشكي، قطاع اللي إحنا مواد غذائية المفروض إنه الشركات اليوم يعني خصوصا في مجال المواد الغذائية ما تشكي أو تقول إنه في ضعف في القوة الشرائية، في ضعف في الأسواق، بس للأسف مع كل أسف إحنا بنشكي وإحنا بنحكي في ضعف، وما زال الوضع لسه مش بنستنى، بنقول بلكي الصيف بلكي الأيام الجاية من بعد كورونا. لهلا يمكن كورونا كانت ظرف وتحملنا كلنا كمواطنين وكشعب وتحملنا وعدت المرحلة، لكن للأمانة ما زال الوضع يعني صعب. إحنا نتمل إنه القادم يكون أجمل، لكن السنوات اللي مضت يعني 4 سنوات 5 سنوات واحنا يعني بنسمع انه القادم حيكون اجمل، لحد الان ما شفنا شيء اجمل. القادم اجمل في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه؟ لا والله حسب اعتقادي انه لا مش اجمل. ما في الافق ما يلوح بالافق انه في بشائر خير او شيء، يعني احنا بنشوف الامور كل ما بتتعقد وكل ما بهار من سيء لاسوء. الشعب الاردني يعني هو بشكل عام عنده ياس. ليش؟ لانه من غلاء الاسعار، الرواتب قليلة، لكن احنا في امل ربنا انه ربنا ييسر الامور، يعني بغض النظر انه للاسف فيش اشي مشجع انه الواحد يصير او يحسن من اموره او يضبط من اموره، لكن بظل عندنا امل في الله انه القادم ان شاء الله يكون احسن.